السؤال التالي كان عن عذاب القبر. فضلت الدكتور مجدي والروح، طب وبيحصل ايه يعني؟ هو بس انا عاوز اقول احنا مش عاوزين، انا يعني السؤال جميل بس اعتراضي على حاجه واحده، ربطنا الروح بالعذاب. هو مفيش نعيم خالص في القبر يعني؟ عاوزين نبقى ظننا بالله كبير، يبقى في نعيم. فان شاء الله رب، نسال الله عز وجل ان ينعمنا في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. الروح لما بتخرج مش عاوزين نشبه او يبقى في مخيلتنا ان قوانين عالم البرزخ زي قوانين الدنيا. صحيح. بمعنى ان ازاي الروح هتبقى عند العرش مثلا ولها ارتباط بالجسد ده في الدنيا؟ اقول ده صعب جدا، ايه ازاي الكلام ده؟ بس ده بقوانين الفيزياء الدنيويه او بعض قوانين الفيزياء التي اكتشفها العلماء، انما ممكن نكتشف قوانين بعد كده بتبقى بتسهل الامر، او ما اكتشفناش بس في قوانين عالم البرزخ مختلفه عن قوانين الحياه الدنيا. لذلك احنا قلنا دايما كده الروح لا تعرف المسافات ولا المكان، ما تعرفش حكايه ان مكان ومكان هنقل من هنا لهنا ازاي؟ لا، في اتصال. يبقى الاحاديث وردت ان هناك نوع اتصال بين الجسد وبين الروح. والله الروح تبقى في السماء، الروح تبقى عند القبر كما ورد بعض الروايات. دي المساله ما تهمناش كتير. ليه؟ لاني تحت قدره الله عز وجل. خلي بال حضرتك، اهم حاجه في الانسان روحه، لانها نفخه من روح الله. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى في اتصال بين الروح وفي الجسد. في اتصال. إيه هو ازاي؟ احنا ما نعرفوش. ليه؟ ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ففي اتصال. هي بتقول بقى الجسد بيبلى، جسد بيبلى كل حاجه، نعم، انما احنا ايش عرفنا الجسد ده اللي قدام عينينا ده بالية؟ هل موجود ولا مش موجود؟ قدام عينينا مش موجود. طيب هل والعلماء يختلفوا، هو النعيم، خلينا نبدا بالنعيم او العذاب، يكون على الجسد ولا على الروح؟ العلماء بيختلفوا. اذا بالي خلاص، طب ما الراجل اللي في حديث البخاري قال لاولاده قبل الاسلام اذا انا مت خلاص فاحرقوني لحد ما جسمي يبقى زي الرماد، ثم ذروا الرماد في الهواء في الرياح، يتناثر بقى يروح. فبيقول فاحيا، فسال الله عز وجل طلب من الريح، امر الريح أن تجمعه فجمعته. فقال له أنت عملت كده ليه؟ قال له خوفا منك يا رب العالمين. قال له قد غفرت لك لأنك خفت مني. شوف، وما كانش عملش حاجة خير خالص على فكرة. فهنا بيقول ربنا بيجمع الذرات وبتاع، ده دلوقتي بيجمعوا الذرات ومش عارف إيه مع بعض والحاجات من بعيد، من هنا ومن هنا، فما بالك ما وما ظنكم برب العالمين، أو فما ظنكم برب العالمين.